باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا. سيداتي سادتي أخواتي إخوتي، قال السيد المسيح له المجد: تعرفون الحق والحق يحرركم. وقال أيضا: أحبوا بعضكم بعضا. مع الأسف كثيرا ما تتعرض المسيحية بشكل عام والكنيسة، الكنيسة الرسولية بشكل خصوصي، لهجمات عن طريق جميع وسائل الإعلام في الشرق والغرب. سنتكلم هنا بشكل خصوصي عن آنسة من الجماعات الخمسينية من إكوادور، الآنسة أنخيليكا سامبرانو، التي قالت أنها أميتت، أن الله أماتها لمدة 23 ساعة، رأت في خلالها جهنم، وفي جهنم رأت مع مايكل جاكسون وغيره من المغنين والمطربين والراقصات، رأت البابا يوحنا بولس الثاني. لا نريد هنا، والحق يقال وكما نبهنا السيد له المجد: لا تدينوا لئلا تدانوا. لا نريد إذن أن نحكم على شخصية هذه الفتاة ولا على تقلبات مزاجها بين فيديو وآخر، بين مرحلة وأخرى. لا نريد أن نحكم على نيتها سواء كانت صادقة أم غير صادقة، سواء كانت في الأوهام أو الهلوسة. لا نريد أن ندخل في هذا الميدان الشخصي الفردي، بل نأخذ الأمر من مبادئه. والمصدر الأول طبعا هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بين يدي هنا النص اليوناني الأصلي للعهد الجديد، وبالذات الصفحة التي ألهمها الله مع سائر الإنجيل الثالث للطبيب الحبيب لوقا في اللغة اليونانية، وهو أفصح ما كتب في اللغة اليونانية في العهد الجديد، بما أن القديس لوقا كان مثقفا طبيبا من أنطاكيا. في لوقا 16 نقرأ أيضا عن مثل قاله السيد له المجد، مثل الغني وليس مذكورا اسمه، ولعازر الفقير، يموت كلاهما، ينقل لعازر إلى حضن إبراهيم، والغني ينزل أو يهبط إلى جهنم. في جهنم وفي العذاب وفي السعير يتوجه بالكلام إلى أبينا إبراهيم الذي يحضن لعازر، ويقول له: يا أبت إبراهيم، أرجوك أن ترسل أحدا لكي ينبه إخوتي، أي سائر الأسرة، لئلا ينتهي بهم الأمر في هذا السعير مثلي. ويجيب أبونا إبراهيم، وهو هنا طبعا يعبر عن فكرة سيد المسيح نفسه له المجد: عندهم موسى والأنبياء، فإذا كانوا لم يؤمنوا، لم يصدقوا بما قاله موسى والأنبياء، فلن يصدقوا، يا ابني لن يصدقوا حتى ولو قام أحد من بين الأموات. إذن الإنجيل الطاهر، السيد المسيح يرفض تماما فكرة، هذه الفكرة أو هذا الأسلوب، أي أن يعود أحدهم بعد الموت، أن يقوم من بين الأموات، وينبه الناس ويحذرهم عن العواقب الوخيمة في جهنم. وماذا نرى في مسألة أو في حالة الآنسة أنخيليكا سامبرانو؟ تقول أن الله أماتها مدة 23 ساعة وبعدها أقامها، أي أحياها بالضبط، لكي تنبه الناس عن عواقب جهنم. يعني بالعربي هذه مخالفة بخط مستقيم، مخالفة للإنجيل
الإنجيل الطاهر حرفا ومعنى. السيد المسيح يرفض هذا الأسلوب، والآنسة سامبرانو تقول أن السيد المسيح نفسه قام بهذا الأسلوب. ما هو هذا الأسلوب؟ هذه الطريقة، أماتها وأحياها، أقامها لكي تعلن للناس عن عواقب جهنم، بالضبط ما رفضه السيد له المجد في مثل الغني والعازر. ثانيا، من كلام الأنسة سامبرانو أنها رأت روح القدس، يعني أن روح القدس تجسد، أو أنها رأت وجهه. طبعا هذا مخالف للكتاب المقدس، ففي الإنجيل الطاهر وفي سائر العهد الجديد نعلم أن الكلمة صار جسدا، يوحنا 1:14، وليس روح القدس صار جسدا. روح القدس لم يظهر كإنسان، بل ظهر على هيئة حمامة يوم معمودية سيد المسيح على يد يوحنا بن زكريا في نهر الأردن الحبيب. هنالك أيضا أمور يصعب تصديقها من الناحية الإلهية ومن الناحية الإنسانية. يعني هل يليق بالعزة الإلهية وبالرحمة الإلهية وبالحنان الأبوي الإلهي أن يقول لسيدة ابنتك ستموت، ابنتها في ربيع العمر، ابنتك ستموت، وليس فقط ذلك، بل أن تحضر هذه الأم، هذه الوالدة تحضر تدريجيا وفاة ابنتها، وفاة حقيقية. ألا تحسب، ألا تعمل الحكمة الإلهية للأمومة حسابا؟ فربما تموت هذه الأم وهي تشاهد ابنتها وهي تموت. وهل فعلا الله يجرب الناس بمعنى أنه ابنتك ستحيا، يعني ستموت مدة 23 ساعة وبعد ذلك ستحيا؟ عندما ترى الأم بأم العين أن ابنتها ماتت، هل من السهل أن تصدق إلا بمعجزة أن ابنتها ستعود إلى الحياة وقد أصبحت جثة هامدة؟ هل هذه المواقف وهذه الأساليب هي فعلا أساليب إلهية، مع أن الإنجيل المقدس عفوا يعارضها؟ وهل هي أساليب إنسانية؟ هل نحن لو كان عندنا رسالة، هل ضروري أن تموت هذه الفتاة؟ خلينا نحكي عربي، يعني إذا أراد الله أن يري هذه الفتاة جهنم، منيح؟ الله يريد أن يريها جهنم وبئس المصير، هل ضروري أن تموت؟ يمكن الله أن يريها جهنم من غير أن تموت. يمكن أن يكون هناك اختطاف روحاني. القديس بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس يتكلم عن رجل اختطف إلى السماء، حتى مش ضروري يختطف، يقول أفي الجسد أم خارج الجسد لا أدري. إذا كان بإمكان الله أن يريها في رؤيا، رؤيا بالألف الطويلة، زي الرؤى التي كان يراها، خصوصا من حزقيال، دانيال، يوحنا الحبيب، يوحنا اللاهوتي. يعني لم يكن ضروريا أن تموت هذه الفتاة وتموت 23 ساعة. ليش مش 24 ساعة؟ ما يكمل النهار يا أخوي. متى ظهر هذا الفيديو؟ متى ظهرت هذه الظاهرة؟ بعد تطويب البابا يوحنا بولس الثاني ببضعة أسابيع. طيب يوحنا بولس الثاني كان حبرا أعظم مدة أكثر من 26 سنة، لماذا لم ترى رؤيا الآنسة أنخيليكا سامبرانو في كل هاي السنوات؟ طبعا أنا لم تكن مولودة.
لماذا كل هذه السنوات لا هي ولا والدتها ولا أحد من تلك الفئات ما رأى رؤيا أنه انتبهوا، ما نبهوا هذا البابا أنت ستذهب إلى جهنم. البابا يوحنا بولس الثاني مات قبل 6 سنوات، لماذا الآن؟ إذا كان مفروضا أن يذهب توا إلى جهنم، لا انتظار ولا واسطات في الآخرة. لماذا انتظرت أنخيليكا سامبرانو ووالدتها والذين يقفون وراءها والذين يدعمونها ماديا وإعلاماتيا وإعلاميا عفوا، لماذا انتظروا كل هذا الوقت ليقولوا لنا أن البابا يوحنا بولس الثاني في جهنم؟ لأنه رد فعل فوري بعد إعلان تطويب هذا البابا. ماذا يعني التطويب؟ بس قبل ما نحكي عن التطويب، يتهم أنه أخفى الحق، يتهم أنه صاحب القداسة المذكور يوحنا بولس الثاني الكبير، يتهم أنه استفاد ماديا. أكثر إنسان بشر بالسيد المسيح هو البابا يوحنا بولس الثاني، وصل إلى أكبر عدد من الناس، إلى أكثر عدد من الدول، إلى أكبر عدد من الشباب. هو الذي في أول حبرية قال للناس افتحوا الأبواب على مصراعيها لتستقبلوا المسيح. هو الذي أعانه الله فأصبح العامل الرئيسي في سقوط الإلحاد في أوروبا الشرقية وسائر العالم. هو الذي فتح أبواب وقلوب المسيحيين بشكل أعمق وأعظم لمحبة جميع الناس، وشهدت جنازته، شهدت ممثلين عن جميع الدول والديانات. ونحن العرب رأينا بفخر أيضا رؤساء دول عربية وإسلامية وملوكا وأمراء وشيوخ عربا مسلمين يحضرون بتأثر ويشاركون في هذه الجنازة التي هي أكبر جنازة في التاريخ حتى هذا اليوم، وكان في روما وقتها ما لا يقل عن 9 ملايين إنسان. أيها الأعزاء، ربما يقول قائل لقد استفاد ماديا، لقد استغل الأغنياء، ماذا استفاد هو شخصيا كقداسة البابا يوحنا بولس؟ عاش فقيرا ومات فقيرا. على كل حال، أي شيء يقال يجب إثباته على المدعي البيان، على المدعي البرهان. وماذا برهن التطويب؟ ماذا يعني التطويب؟ وهذه آخر نقطة أقولها. التطويب يعني أنه الكنيسة والعلم، وليس فقط رجال الكنيسة بل أناس أمثال أفضالكم من الشعب المحبوب من كل طبقات الشعب يشهدون بنزاهة وصدق لبطولة فضائل الحبر الأعظم المذكور، والعلم والطب يشهدان أنه هنا وهناك تمت معجزة لا يمكن تفسيرها لا علميا ولا طبيا، تمت طبعا بالعزة الإلهية، بفضل العزة الإلهية وبوجاهة هذا البابا، أي بشفاعة هذا البابا. إذ أشكر لكم إصغاءكم، أرجو في أخيرا وليس آخر الكل شأنا أن ألفت الانتباه إلى أن أعداء المسيح كثيرين، وأعداء كثيرون، وأعداء رسله أيضا وتلاميذه وخلفائهم كثيرون. وكما نستمع أحيانا إليهم ونراهم، جيدا أن نستمع إلى الكنيسة كما قال أحد المناصرين للسيد المسيح، ولعله نيقوديموس مشار إليه في الإنجيل الطاهر: أتستمع أتحكم شريعتنا على أحد من غير الاستماع إليه؟ فلا نحكمن على الكنيسة من غير الاستماع إليها. وشكرا لكم.